السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول كنت عايز أعرف الفرق ما بين أوتوديسك فورما وكلايمت ستوديو، وأنا أفضل أتعلمه وأستخدمه في التحليل البيئي. طيب لو رحنا لأوتوديسك فورما فهو بيشتغل أونلاين تبع أوتوديسك، تقدر تختار المنطقة وتعمل عليها أناليسيز، وبيوفر لك تحليل شامل للمناخ المحلي باستخدام بيانات الطقس المحلية والتعرض للشمس والرياح والسماء، وهو بيتكامل مع ريفيت، فاختيار كويس لو انت بتشتغل مع منتجات اوتوديسك، وهو سهل جدا في الاستخدام، مناسب للمبتدئين في التحليل البيئي. طيب بالنسبة للكلايم ستوديو هو بيركز على نمذجة الطاقة والإضاءة النهارية، فهو مناسب للمشاريع اللي بتطلب تحليل دقيق للأداء الطاقي، وبيتكامل مع الراينو لو انت بتستخدم الراينو فهيكون مناسب ليك، وبيوفر تحليل متقدم وأدوات تحليل متقدمة، يعني محتاجة حد يكون أكثر خبرة. يعني لو أنت بتشتغل على ديسك فورما فأنت بتلاقي الموضوع سهل جدا، مجرد بتقول له المنطقة اهيت هو بيبدأ يعمل لك التحليل البيئي، إنما كلاود ستوديو هو بروفيشنال أكتر، بيدي نتائج أكثر دقة، فمحتاج حد يكون يعني شغال في الحاجات البيئية والاستدامة. فلو أنت بتدور على حاجة سهلة الاستخدام هتروح للديسك فورما لو انت مش متخصص، يعني لو انت مش انسان تخصصه الاستدامة وشغله استدامة، مهندس استدامة، لا مهندس معماري وعايز يتأكد معلومة، او مهندس كهرباء او مهندس ميكانيكا، لو انت عايز حاجة سهلة جدا مش حاجة متخصصة وهتقعد تتعلم فيها وقت كتير. لو انت عايز تحليل طاقة وإدارة نهارية متقدمة وبتستخدم الراينو فالكلايمت ستادي هيكون مناسب ليك.